اهلا وسهلا بيكم، وحشتونا جدا في حلقه جديده بقى من برنامجكم بيت عبده وشيما. شيما معانا برضو، بس احنا يعني ده بيتنا، ده مكاننا، رجعنا لكم تاني من جديد بحلقات جديده على تهم كل الاسره. ومعانا ضيوف برضو جديده النهارده ان شاء الله هيقدموا معانا حاجات كتير. ومعايا شيما، هاي. معايا برضو في البرنامج، مش راضيه تسيبني فجبناها، مش مهم. ازيك يا شيما؟ عامله ازيك يا عبد؟ عامل في ايه؟ البيت وهنا، يعني كان الله في العون. الحمد ربنا لله يكون اللي هي في احنا مع عونك يا بعض. عبد، ربنا يكون في عونك والله. طيب احنا النهارده في حلقتنا النهارده هيكون معانا فقره خاصه بالبنات والسيدات. طبعا هيكون معانا النهارده استاذه ايه، صاحبه هير كلينك بالفيوم. ازيك يا ايه، عامله ايه؟ اهلا بيك يا ايه. ومعانا كمان الشيف. معانا الشيف بقى. لا يلا انا قد بقى يا عبدو، هديت انت معانا دلوقتي الشيف. هتقوم بقى تروح مع الشيف. اه طبعا طبعا، معانا الشيف عماد عبد الرحمن. اهلا بيك يا شيف، هتقدم لنا حاجات كتيره، واهم حاجه عندنا المطبخ. عشان وهتلاقيني عارف بقى يضمن انا ان هو ياكل يعني النهارده. اه لازم طبعا، وانا هقوم اكون معاك يا شيف باذن الله. احنا طبعا هنبدا، طبعا اول حاجه في المطبخ هنشوف الوصفات اللي احنا هنبدا بيها النهارده. معانا وصفات ايه النهارده يا شيف؟ هتقدم لنا ايه وايه؟ اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك يا شيف. نتمنى يعني ان احنا نضيف حاجه جديده ونبسط الامور على المطبخ المصري خالص اكيد ان شاء الله. باذن الله. معانا النهارده مكرونه مبكبكه. مكرونه مبكبكه مبكبكه ليبيه. دي اكله ليبيه دي مش مصريه. تعرفيها يا ايه؟ بجد؟ والله تمام. هي في السعوديه، في عمان، كل البلاد العربيه بيحبوها لان هي جمعت بين حاجات كتير. تمام. كلنا بنحب برضو المكرونه، سواء ريد صوص سواء وايت صوص سواء مكرونه بالبشاميل، لكن النهارده معانا حاجه مختلفه ان شاء الله تعجب المشاهدين. ان شاء الله. دي المكرونه المبكبكه، دي المكرونه نبدا بقى فيها على طول كده علشان احنا ايه، انا تمام جعان. باذن في الله. ناس ما اكلتنيش من امبارح، بس نبدا على طول. ما اكلتلكش من امبارح. نبدا بس نبدا بالمقادير، بالمقادير وننزل بيها معانا على الشاشه بتاعه المكرونه المبكبكه. بتاعه المكرونه المبكبكه معانا نص كيلو لحمه، اي حاجه اللي انت عايزها، لحمه ضاني، بتكون لحمه معانا نص عادية. كيلو لحمه ضاني مقطعه مكعبات. مقطعه مكعبات. تمام. ونص كيلو مكرونه. معانا نص كيلو مكرونه. معانا اي نوع؟ بطاطسايه مقطعه مكعبات. معانا بصله مقطعه مكعبات. معانا 2 فص ثوم مهروس. تمام. قرن فلفل حار حسب الرغبه، وست تمام. كوبايات ميه. وست ميه. ايوه تمام. والبهارات، واتنين معلقه معجون الطماطم، وكوب عصير طماطم. تمام. معانا برضو بقيه المكونات بتظهر معانا على الشاشه، بقيه مكونات المكرونه المبكبكه الليبيه. دي ليبيه. دي اصلها المبكبكه. دي اصلها مبكبكه. مبكبكه ومبكبكه. بس انا ليبي. ده من المطبخ الليبي، عزيز عليا جدا جدا يعني، وليا الشرف ان انا اشتغلت في المطبخ الليبي يعني لمده طويله الحمد لله. تمام يا شيخ. طب نبدا بيها بقى. نبدا ازاي؟ بالمكرونه المبكبكه، هنحط الحله وهنبدا. تمام. طبعا زي كل مره لازم اقول للضيفه لما تكون معانا ضيفه بنوته، ركزي في المطبخ معايا. هنبدا بالماده الدهنيه طبعا عشان اللحمه، نشوح اللحمه بس كده عشان ايه، تفتح المسام بتاعتها. نديها نعمل لها صدمه تشوك عشان تفتح المسام وتدينا النتيجه اللي احنا عايزينها. تمام يا شيخ. ماشي، نبدا بيها. نعلي بس سنه، نعلي شويه ونبدا بالمكرونه. طيب قبل ما نبدا بس ايه، نشوح اللحمه، نبدا تمام. بقى ايه مع استاذتنا استاذه ايه وشيما بقى ايه، تعرفنا بقى استاذه ايه ايه نظامها وتعمل معانا ايه النهارده. طيب احنا النهارده معانا عنايه خبيره العنايه بالشعر، صاحبه ايه هير كليننج بالفيوم. بنرحب بيكي ايه. انت ايه ايه بقى؟ ايه الفل. ايه الفل، عشان احنا بنقول لها ايه 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 الفل. مرحب بيكي، انت نورتينا النهارده ايه. طيب طبعا احنا دلوقتي داخلين على الشتاء، وطبعا في بنات كتيره جدا بتواجه مشاكل في شعرها. وطبعا بقى كل البنات بقى بيحبوا يهتموا بشعرهم بقى، سواء حتى المحجبه او اللي مش محجبه. فاحنا الاول كده عايزين نعرف منك او اشرحي لنا ايه هي انواع الشعر. الشعر في شعر دهني، ده بنعرفه من افرازات الفروه. يعني دايما تلاقي البنت تلاقي ايدها لما تحط ايدها في فروتها تلاقي ايدها مزيته كده، دي بتبقى فروه دهنيه. في شعر تاني بيبقى شعر جاف، بيبقى فيه خلل في الخلية الدهنية أو ضعف، فمبيبقاش فيه إفراز، فالشعرية بيبقى شكلها بهتان أو مش بتلمع. وفي الشعر العادي اللي هو إفرازه لا زايد ولا قليل، بيكون شعر طبيعي. وطبعا يعني موضوع ان الشعر يبقى جاف او دهني ده برضو احنا بنتحكم فيه بالعوامل الخارجية. يعني ممكن انا اعمل حاجات تزود الجفاف بتاع شعري. فده لازم يكون كل واحد عارف طبيعة شعره، يشوف المنتجات اللي هيستعملها تناسب طبيعة شعره. طب طالما اتكلمنا بقى عن الشعر وكده، خلينا نذكر بقى كمان البروتين.
تمام. لان طبعا في بنات كتير جدا بتستخدم البروتين وبتبقى طبعاً عايزه تعرف البروتين ده خامته كويسه، البروتين ده بيفرد الشعر. فاحنا النهارده عايزين نعرف منك بقى يعني ازاي البروتين او غيره اقدر ان انا افرد بشعري. بصي، البروتين بيعمل بتقنيه ان اصلا شعرنا بيبقى فيه طبقه بروتين مغلفه للشعر. الطبقه دي لما يعني الشعر بيفقدها، ممكن حد يستعمل شامبو او اي مواد كيميائيه يعني تسحب طبقه البروتين الطبيعيه اللي على الشعر، فالشعر يبدا ياخد شكل الكيرلي، او لو هو الشعر اصلا بطبيعته كيرلي. البروتين دوره هنا ان هو بيتحط بيغلف الشعرايه وبيشتغل بالحراره، يعني بيشتغل بمواد معينه بالاجهزه، فبالحراره البروتين بيدخل تاني جوه الحراشف بتاع الشعر، فبيديكي مظهر المفرود في النهايه. طب ايه، قول لنا ايه هو الفرق بين البروتين وبين كريمات الفرد؟ كريمات الفرد العاديه اللي بتبقى موجوده في الصيدليه او في المحلات التجميل، الكريمات دي كيميكال تعتمد على فك الروابط بتاعه الشعر ورصها جنب بعضها عشان في الاخر يديك الشكل الشعرايه المفروده. على عكس البروتين يعني بيغلف الشعر، فبيقفل الحراشف بس اللي عطياكي الملمس الخشن او الهايش. لكن الضرر الاكبر في كريمات الفرد، لان هي بتلعب على الروابط الاساسيه بتاع الشعر، فبالتالي بتعمل تلف، طبقه تلف عاليه جدا جدا. طب يعني اظن يا بنات النهارده حاله النهارده مهمه جدا. انا بس عايز اقول حاجه، المفروض استاذه ايه كانت تبقى معايا من فتره كده، بس الحمد لله قدر الله ما شاء فعل في اليوم اللي حصل لنا الظرف واحنا ما عملناش الحلقه، هي كمان برضه بقول لك الف سلام عليكي. هي دخلت العمليات واحنا كمان خلينا نتكلم النهارده. أيوة. ونقول ان احنا ايه موضوعنا النهارده واللي بنتكلم فيه عن الاسره، ان الحسد الحسد بقى موجود وفعلا مذكور في القران، وفي حسد بيحصل للناس، بس هل كل حاجه بتحصل لنا بتكون من عين ومن حسد، ولا في حاجات قدريه بتحصل؟ اقدار يعني، بس احنا الاثنين، انتوا في الحادثه وانا في الثلاث عمليات، مش معقول الموضوع مش طبيعي صح؟ طبعا الشيف يشارك معانا بقى. طيب نشوف يعني بالنسبه للحسد يا شيف، محدش شاف اكله حسدك فيها فجاه اتحرقت فجاه عملت حاجه طلعت كده، يعني قول لنا لو في موقف معايا كتير. طب كويس، يعني مش هيك فينا شغل الحسد. يا رب يا رب. احنا عاملين ايه بقى دلوقتي؟ كده احنا شوحنا اللحمه، هي لونها اتغير خالص واتشوحت وتمام. تمام، هننزل بقى بباقي المكونات. باقي المكونات ننزل بايه الاول؟ بالبصل. بالبصل، في ناس بتحب تنزل بالبصل الاول، لكن انا بحب افضل اللحمه الاول، كده كده البصل هياخد دوره يعني. تمام. وانا كان بحب انزل اللحمه الاول يا عبد الصافي. تتشوح برضو. قبل البصل. لما بتيجي تعمل. تمام. انا بحب انزل المكونات كلها مره واحده، بحيث ان هي ايه يعني تاخد وتشرب من الصوص، واللحمه هتكون جوسي فتخلي كل الاكل جوس. المكرونه. تمام. ننزل بالبطاطس. البطاطس. البطاطس معايا. وفيها كمان بطاطس. على فكره متهيألي يا شيف هي وجبه متكامله. ايوه طبعا، وجبه متكامله فيها كل حاجه. نشويات وبروتين. مكرونه وبطاطس، وفي ممكن نضيف لها جزر، ممكن نضيف لها حاجات كتير حسب ما احنا بنحب، لان هي برضه المكرونه المبكبكه الليبيه يعني فيها يعني مشاكل بالنسبه للمصريين، بالنسبه لهريسه الشطه، بالنسبه للفلفل الحار الكتير. هم متعودين على حاجه كده بالطعم ده، لكن احنا بنعملها بالاسلوب المصري. لا انا عايزك تكتر الشطه لو سمحت. نكترها مفيش مشكله، احنا معانا فلفل كتير. عشان عبد ما بيحبهاش يعني، فعايزك تكتر الشطه. انا بحب الشطه بقى، كتر الشطه يا شيخ. كده المكونات بتاعتنا اتشوحت اهيتي، هننزل دي الطماطم، صوص الطماطم. تمام. هننزل بالصلصه البوريه. والصلصه البوريه دي كده المكونات. هنسيبها شويه تاخد وتدي مع نفسها. هنسيبها تاخد وتدي بقى مع نفسها. تمام. شويه بس يعني دقيقه واحده، وبعد كده هننزل بقى بالميه. بالميه. تمام يا شيخ. ارجع انا بقى لايه يا عبد؟ نرجع ليها، بس لو حابين بقى نشوف بقى عن البروتين وعلى الكلام معانا الصور، ممكن نبدا نعرضها. طيب، ونتفرج عليها وتعلق عليها معايا. خلاص الصور اوكي. هننزل بيها. طيب على ما الصور طب تنزل لنا، ايه عايز اعرف منك البروتين ده هل اي سيده ممكن تستخدمه، ولا في بنات ما ينفعش يستخدمه؟ لا طبعا، مش كل الناس، في ناس شعرها ضعيف ما يتحملش الماده نفسها، لان البروتين ماده حمضيه. فالماده دي بتكون حاميه على الشعر، يعني احنا بنقول نلجا للبروتين لما بنكون مضطرين ليه. مش اي واحده شعرها ناعم تقول اعمل بروتين، لا، الفلوس اللي هتحطيها في البروتين انت ممكن تستغليها وتجيبي مجموعه عنايه كويسه وتهتمي بشعرك. لكن بنقول اللي هم المضطرين شعرهم اصلا شكله غير مقبول، مثلا لما هتتجوزي
والشكل غير مقبول لا بنضطر نلجأ للبروتين. الاطفال لا ما بنعملهمش بروتين، في حاجات تانية دلوقتي ترميم فيلر مواد معالجه خفيفه ترميم يعني وبرده مش كل الناس مش كل الناس لما يكون شعر حالته صعبه والصبح بيتعبهم في المدرسه لكن في شعور ضعيفه ما بيستحملش. احنا معانا بقى هو الصور ايوه ده ترميم ده ترميم الاطفال اللي هو بيديك نسبه فرد من 50-90% حسب استجابه الشعر. ده امان جدا بيقعد معانا تقريبا بروتين وخصوصا كمان الاطفال بالظبط يعني يا دوب انه يسهل عليهم تسليك الشعر. ده طريقه عمل البروتين لما قلتي لي ازاي البروتين بيفرد الشعر. البروتين هو بتبقى الطبقه اللي لونها جرين والشعر ده العمود اللي فوق ده كده الشعريه الصحيه الهيلثي هير. اما بيحصل فيها تلف بيبقى فيها الاخرام الجانبيه دي اللي هي الحراشف بتتفتح فبيجي البروتين يغلفها تاني بالطبقه اللي لونها جرين دي علشان يديها نفس المظهر الصحي الاولاني الطبيعي. تمام هو نفس الطريقه نفس النظام هو ده الشعر الكيرلي لما بيجي اللي بيجروا بسرعه ده طيب. بقى يعني ده مثلا بروتين او الفيلر او المواد اللي هي بتفرد 100% في نفس الوقت بيبقى منظرها صحي ما شاء الله يعني الشعر قبله وبعد يعني اللي يشوفه ما يصدقش بس الشعر اللي اتفرد ده بيقعد سنه واكتر باستثناء طبعا الجذور اللي بتطلع كل شهر بمعدل من سنتي سنتي و3 مللي. ده شعر افريقي ده شعر نوعه شعر اسمه افريقي افريقي قطني كده اللي تلمسيه تلاقيه هايش كتير. ده بقى البيج بتاعك ولا الجروب؟ ده الجروب بتاعك ده الجروب ده الجروب على الفيسبوك اللي حابب ان هو يكون يتواصل على الجروب ويشوف كل الجديد طبعا من منتجات ما شاء الله يعني يا استاذه ايه ما شاء الله على طول شغاله على البيجات بتاعها والجروب بتنزل كل اللي هو جديد. ده بقى الصور ده البيج بتاعك ده البيج انت يعني عندك جروب وعندك البيج عشان اللي حابب يتواصل معاكي من خلال لان الجروب مغلق للسيدات اللي يعني والمركز بتاع حضرتك موجود فين؟ المركز في الفيوم في ميدان بهجت في ميدان بهجت تمام طيب برضه ده لسه بيعرض لنا العنوان اللي هو آية هير كلينك كلينك ايوه آية هير كلينك تمام طيب احنا برضه كنا عايزين نعرف منك بقى انت تقدري توصفي مثلا وصفه ان انت تعالجي مثلا بيها عميله عندك من خلال المركز بتاعك يعني مثلا تيجي لك عميله عايزه تعرف وصفه معينه تعالج بها شعرها فانت تقدري توصفي لها حاجه زي كده بالظبط الوصفات يعني مش اي حد يقدر يعملها لازم يكون في كورس لكده يا اما دراسه طبيه يعني انت خريجه كليه طبيه تقدري توصفي يا اما بيبقى في كورسز مثلا احنا اخدينها اسمها صيدليه المتخصصه اللي هو تقدري تشوفي مشكله العميله ايه عندك وتشرح لك ايه اللي هي محتاجاه ومن خلاله بتديها علاج لكن لو مشكله كبيره لا لازم تتوجه لدكتور طبعا متخصص. طيب احنا عايزين نعرف منك بقى القص بقى البنات اللي مش محجبه حتى برضو البنات المحجبه في بيتها بتكون دايما حابه تطلع على كل ما هو جديد بخصوص القص قص الشعر فعايزين نعرف منك بقى الطرق الصحيحه للقص. الطرق الصحيحه للقص ان انا اخصص مقص واحد للشعر ما اجيبش مقص بقص بيه ورق او قماش واقص بيه شعري لازم المقص يكون حاد جدا ويكون للشعر بس. القص طبعا الطبيعي بيكون من 3-4 شهور كل 3-4 شهور بشيل يا دوب سنتي كده الاطراف ما شيلش كميه لان هو الشعر مش هيلحق كل 3-4 شهور يطول كميه. اكيد طبعا. طيب لازم اركز انا في الحته دي اتفضل اجيب مقص جديد واحميه كويس هو المقص يكون جديد ومخصوص للشعر ومحدش طبعا على فكره بيستخدمه لاي حاجه ثانيه ما تخممش هقص في البيت لان القص فعلا لو استخدمت مقصات ثانيه ممكن يعمل حاجه اسمها تسمم شعر الشعر يقف نموه طبعا يعني لازم كل واحد يكون مخصص ليه مقص واحد مقص شعر بس ما يقصش بيه حاجه انا تانية. بسمع كده لكن مش لازم لكل واحد يعني طالما هو ما بيستخدمش في حاجه فيها دم او كده يعني تمام اكيد طب الشيف احنا الأخبار. هنا عملنا ايه احنا الميه بتاعتنا حطينا معيار الميه 6 كوبايات ميه بعد ما حطينا اللحمه وبقيه المكونات تستوي فيهم اللحمه بقى والمكونات ده هتاخد مع بعضها بقى تبدا تغلي وبعد كده في الاخر خالص هننزل المكرونه ونزلنا البهارات معانا بهارات معانا كمون وفلفل اسود وملح وريحان كمون وفلفل اسود وملح وريحان لازم بتحط فيها ريحان ريحان بيعلي التيست بتاعها بيعلي الطعم بتاعها بيبقى افضل طعم وفي الاخر خالص المكرونه هي اللي بتنزل في الاخر طبعا عشان ما تعجنش اكيد لو دخلت معاها في كده ممكن تعجن معاها لا هي خلاص هي كده المكرونه هتتحط بقى جواها عشان تستوي جوه الصوص ده هي كل دي الفكره ان انت بتسوي المكرونه في الصوص
الصوص نفسه، بعكس ان انت بتحط المكرونه وتقلبها الاول وبعد كده تحط الصوص. فعشان كده المكرونه تاخد الطعم ده اكتر. غير لما نعملها بميه بس وبعد كده يبدا لا ساعات كمان المكرونه ممكن تتحمر، لكن احنا مش بنحمرها. احنا مش بنحمرها، هي هتشرب هتستوي في الصوص ده. طب شوف، مش ممكن نحط اللحمه مستويه عشان اكون ضامن اللحمه استوت ولا هي طريقتها؟ بس احنا عايزين الماده الدهنيه اللي هتنزل من اللحمه عشان المكرونه افضل طبعا هنا، فانها هي تعتبر يعني زي ما بيقولوا المرقه بتاعه اللحمه تبقى جواها كلها. هي بتبقى جواها. شاطر يا عم. الفلفل الحار طبعا. تمام. انا بفضل بحطه دلوقتي في الاخر لما تكون كده عشان ايه ما تبقاش حر جدا. حر جدا. بيتحط زي ما هو. بيتحط زي ما هو. تمام. طبعا في ليبيا بيحطوا واحد واثنين وثلاثه واربعه، لكن طبعا بتبقى سبايسي جدا. تمام. بس كده، وهي يعني دلوقتي المكونات كلها هتبقبق معانا، وهنوري للكاميرا هي ليه سمت مبقبقه. عشان كده الاسم جه من هنا بقى. هي الاسم جه من هنا، من المعلومه اللي البقبقه اللي بتحصل فيها كل المكونات مع بعضيها. طب اول ما تبقبق بقى ده ليه؟ تمام. تحت امرك، ربنا يخليك. طيب نرجع تاني بقى لضيفتنا الجميله ايه. صبغه الشعر، مفيش بنت ما بتحبش تصبغ شعرها، بس طبعا احنا عارفين ان الصبغه دي يعني في بعض الاحيان وبنسبه كبيره جدا بتكون مضره طبعا. فاحنا عايزين نعرف منك بقى يعني شرح مختصر كده عن الصبغه العلاجيه. اول مره اسمع عنها صراحه، يعني ايه صبغه علاجيه؟ ده مسمى تجاري ملوش اي اساس من الصحه. يعني الصبغه تركيبها 100% كيميكال. لو فيها مكتوب عليها انها فيها بروكرياتين او فيها اي مواد معالجه، كل ده اسماء تجاريه. الصبغه تركيبها في 100% كيميكال، وبتسحب الطبقات بتاعت الشعر. فبالتالي بتعمل تلف كبير جدا. حتى لو هي صبغه فري امونيا، هي بيبقى فيها نسب بسيطه طبعا، ما فيش حاجه فري 100% الا مش هتدي لون. بس انا بسمع ان الامونيا ده ضار للشعر. ما هي اصلا دور الامونيا هي اللي بيدي اللون. ما ينفعش يبقى صبغه من غير امونيا الا اذا كانت امونيا خفيفه او قليله. فبيقولوا عليها باسماء تجاريه انها فري امونيا او ما فيش امونيا اصلا. لكن في النهايه الصبغه لا، بتعدم الشعر فعلا. يعني ده ما يخليناش، يعني هي لو صبغه فيها امونيا قليله وفيها مواد معالجه ما يديناش الاحقيه ان احنا نقول عليها ابدا صبغه علاجيه. المصطلح ده مصطلح تجاري في البيوتي سنتر بس مش موجود في الحقيقه. طيب في سؤال كده عايزه اساله لك، مش غريب ولا حاجه يعني، بس حقيقه ان الاطفال الصغيرين بيحلق لهم بالموس. حلاقة بالموس ده اصلا سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ان الطفل هو عنده اسبوع الشعر اللي بيبقى مولود اصلا بيبقى محمل بكتيريا. فالمفروض ان الشعر ده بنتخلص منه علشان الشعر يطلع الجديد يطلع نظيف او يطلع بكمية اكبر. الموس ساعتها بيفعل البصيلات اللي في الفروة. في ناس بتخاف جدا ان هي الاطفالهم بالموس. لا في الاول أيوة كده. ايوه انا عارف الناس دي، عارفها الناس اللي بتخاف دي بالذات. انا عارفها يوم يعني الناس اللي بتخاف دي بالذات انا عارفها. هو المفروض يحصل بعد اسبوع. ما هو جاي اسبوع ابني وعايز اي حد يعمل كده طبعا. مش اي حد يعمل كده طبعا. انا اللي هعمل. لا انت كنت عايز تعمل في الاول. قصرنا بالمقص. لا هقول لحضرتك، الموس ممكن اولا يجرح الطفل ان الفروه حساسه جدا. انا عمري ما كنت اخلي طبعا يعمل كده. تاني حاجه بقى الاقوى، يعني ان ممكن انت تحلق في اتجاهات غلط تطلع شعر الطفل بدل ما هو طبيعه شعره ناعم يطلع اكرد يطلع كيرلي. ففي ناس كتير تقول انا حلقت شعر ابني بس طلع خشن. لا، الشوام شعرهم ناعم جدا وتقيل جدا وكلهم بلا استثناء بيحلقوا لاولادهم. الموضوع ده بيبقى وراثه يعني جينات. مش معقول عشان الحلاقه بالموس لازم يكون متخصص بيحلق في اتجاهات بصيلات معينه وعارف هو بيحلق ازاي. وبعد اسبوع بعد كده خلاص ملوش لازمه. تمام. بس مفيش حاجه فيها يعني سنه نبويه كده هتبقى مضره. لا طبعا اكيد طبعا. نخشني كده طبعا. اول الوقت الحلو بيعدي بسرعه، بس قبل ما هنختم تحبي توجهي شكر لحد او توجهي رساله لحد اللي هو من بتوع البراتين تقدري توجهيها ليهم دلوقتي؟ لا، انا بوجه شكر لوالدتي، هي اللي ساعدتني ان انا اوصل للمكان ده. ربنا يبارك او ان انا اكون في المكانه دي او في الشغل ده دلوقتي. انا يعني قبل ما نكلمك يا ايه عايزه اقول لك ناس كتير جدا قاعد يقولوا كلمي ايه ما شاء الله عليها. ف وانا شخصيا جيت عندك وشفت شغلك ما شاء الله عليك يعني. فانا بشكرك اولا ان انت كنتي معانا النهارده ونورتينا. وبصراحه فعلا انت النهارده افدتينا يا ايه بكل اجابتك لينا. وان شاء الله تكوني معانا حلقه ثانيه ان شاء الله وتنورينا باذن الله يا حبيبتي. ميرسي حبيبتي، نورتيني. نورتينا جدا استاذه ايه. هنخرج فاصل وهنشوف تقرير تابعوه معانا وهنرجع لكم تاني.
السلام عليكم، ازيكم؟ حبيت اوريكم شعر معمول فيلر بكافيار، ده من سنة وثمان شهور بالظبط، او سنة واكتر من ثمان شهور كمان، ممكن تسع شهور. دي المسافة اللي طلعت في المدة دي، شايفينها البذور دي واللي كان معمول تحت اهو، ما شاء الله زي ما هو، شايفين طري جدا ولمعته زي ما هي، ما راحش منه الفرد ولا حاجة. هنجدد بقى النهاردة المدة دي، يعني لو حسبته بالسنتي ما شاء الله الكمية هي اللي تطلع في سنتين او سنة الا حاجة، سنتين الا حاجة بسيطة. هنخلص الشغل بتاعه فيلر عليه كافيار وهنصور لكم تاني. كده يا جماعة الشعر خلص واتغسل، حبيت اوريه لكم مبلول عشان الناس اللي بتفكر ان الشعر بعد ما بيخلص بيبقى معمول فير، يعني معمول اي مكوة، عشان كده بيبقى باين مفرود، فوريته لكم هو مفرود اهو، هو مبلول. ماشي، هنشفه برضو اوريكم. مساء الخير، خلصنا، ايه رأيكم؟ فظيع طبعا، شايفين لمعته وطراوته، يعني كده احنا عملنا، كان لحد هنا لو فاكرين لحد هنا كده كان معمول، وده اللي عملناه جديد، عدنا قاعدة بسيطة على القديم، مع انه ما شاء الله ما كانش محتاج برضو. هنا ما شاء الله، ربنا يبارك لك فيه.